مرحبا بكم مع مجموعة كثيرة من الكلمات الدلالية في اللغة الفرنسية الأكثر استعمالا مترجمة للعربية واللي نحفظها جميعا بعد هذا الدرس. نبدأ بعبارة بعيد عن، نقول بالفرنسية loin de، بعيد عن loin de، loin de. كلمة بعد تعني après، après، après. فوق تعني sur، sur. فوق الطاولة مثلا تعني sur la table، sur la table. خلف، خلف. derrière، derrière، derrière. خلف الكرسي مثلا تعني derrière la chaise، derrière la chaise. على يمين تعني à droite de، à droite de، à droite de. في شمال تعني au nord de، في شمال أو على شمال تعني au nord de، au nord de، au nord de. في غرب أو على غرب تعني à l'ouest de، à l'ouest de، à l'ouest de. بين، parmi، parmi، parmi. بين الجدران مثلا نقول parmi les murs، parmi les murs. بين الجدران parmi les murs. هذه العبارات سهل استخدامها بعد حفظ يعني كلمات وخزان كلامي فوكابيلير لاستخدامه معها، ويبقى أن هذه الكلمات هي الأهم يجب معرفتها. كلمة أمام تعني en face de، en face de، en face de. يمكن أيضا أن نقول devant، en face de، كما في هذا المثال هنا devant. كلمة أمام تعني أيضا devant. كلمة في وسط، في وسط، au milieu de، au milieu de، au milieu de. حول، autour de، أو من حول، autour de، autour de. الآن في هذا الجدول الثاني عكس الكلمات التي نطقناها في المرة الأولى
فهذه كلمات أضدادها أو عكسها. بعيدا هنا قريب من، ضد بعيد من، قريب من près de، près de، près de، قبل، avant، 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 تحت، sous، sous، أمام، وهي عكس خلف، عكس derrière، أمام تعني devant، devant، أو أيضا en face de، en face de، أو devant، devant. على يسار تعني à gauche de، à gauche de، à gauche de، في جنوب أو على جنوب تعني au sud de، au sud de.